مرحبا بكل متابعي منصتي أورينت وأورينت بلس بحلقة جديدة من فولو أب. شو هي أهم الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي؟ كانت أبرز التعليقات عليها رح نتابعها بهالحلقة، بس أنتو أهم شيء ما تعملوا سكرول للفيديو تبعونا. مسرحية انتخابات ما يسمى مجلس الشعب، يتابع السوريون كل يوم قصص وحكاية جديدة في دولة الفساد والنفاق. وبعد المشاهد المضحكة لصور وبوسترات المرشحين اللي أعطت فكرة على المستوى العلمي المتدني لكل واحد منهم، بدأت قصص الفساد تطفو على السطح في حلب. أولاً حيث نشرت المرشحة سندس موردي، خلينا نشوف شو نشرت المرشحة سندس موردي. منشور قالت فيه أنه تم شطب اسم من القائمة المرشحة عنها، وهي قائمة بتحمل اسم الأصالة بحلب، وقالت أن القائمين على الانتخابات سحبوا اسمها من بين المرشحين من دون ما يخبروها، من دون ما يكون عندها علم، وقالوا أنه هي اللي انسحبت من حالها. وقالت أيضاً في منشور كتبته على فيسبوك ورافقت الصورة الموجودة فيه، قالت كيف لقائمة الأصالة إنه بتصدر كذبة بإني انسحبت من الانتخابات وبتطبع قائمة الساعة 1 بالليل ما فيها اسمي، وبتسلمني أوراق انتخاب للقائمة كاذبة. كيف لهؤلاء المرشحين الذين أقسموا على كتاب الله أنهم لن يكذبوا على الشعب؟ أنا موجودة لكشف الكذب وما في أي توجيه واضح أو خفي، بس عيب يا قائمة الأصالة، من الصبح طلع ما عندكم أصالة، أرجو النشر على أوسع نطاق لحتى تساعدوني في كشف الخيانة. وهي ليست الوحيدة يلي كشفت الكذب الموجود والتلاعب في الانتخابات بمجلس الشعب، أيضا اللي هو محمد معتصم النعناعي اللي أيضا نشر هالمنشور وعلق عليه وكان حاطط عليه بعض التعليقات وكيف تم تزوير أو التلاعب في الانتخابات. المهزلة لم تنتهي هنا، في دير الزور أيضا نشر نشطاء صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عناصر من هيئة اتحاد الطلبة وعناصر من المخابرات أيضا عم يقوموا بإجبار الطلاب على الانتخاب في كلية الآداب بدير الزور. وذكرت هذه المواقع في المحافظة أنه تم اعتقال عدد آخر من الطلاب من الأشخاص اللي رفضوا المشاركة في الانتخابات. وتظهر هذه الصورة كيفية تعامل الشبيحة مع طلاب الجامعة لإجبارهم على التصويت في مجلس الشعب. العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هالموضوع بشكل كتير كبير خلال الساعات الماضية في سوريا، وكانت أبرز التعليقات كالتالي. بداية هديل حاضري اللي قالت مهزلة الديمقراطية، قلنا مراراً وتكراراً صوتكم أمانة، يا بيعوا وهذا حقكم لأنه الناجحين جاهزين من قبل الانتخابات لاستلام الحصانة المنشودة، يحتفظوا فيه لأنه هو أمانة. أما أحمد العواد فأيضاً كان له تعليق آخر وقال لا أحد يحتاج تأكيد، نحن واثقين بشكل يقيني ومطلق، هاي الانتخابات وما سبقها مجرد فبركة ونفاق وتزوير وكذب، من الواضح أنه كان عم يسخر من الموضوع. أما تعليق آخر كان من كريم الدمشقي، كريم الدمشقي شو قال؟ قال ذكرتونا ببقعة ضوء وأتقلوا المسؤول للمواطن بأحد الحلقات اعتز بنفسك يا حيوان، واليوم انتخب بكل ديمقراطية يا حيوان، وبعتذر على الكلام السيء، ولكن هذا ما كتبه كريم. أما أمل يلي قالت بدولة مثل سوريا بتعدل فيها بخمس دقائق بس الدستور وبينحط بشار وبنتيجة 99.99% رئيس، فما في شيء غريب. وعلى سيرة بشار الأسد، بشار الأسد كمان كان له نصيب من السخرية والتهكم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. بس ليش؟ قبل أشهر ظهر بشار الأسد مع جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وكان يرتدي بشار بوقت كمامة من صناعة 3M الأمريكية، وصوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي اهتمامهم على هالكمامة اللي تبلغ قيمتها حوالي 30 دولار، أي بقيمة 40,000 ليرة سورية وما يعادل راتب موظف في سوريا. وعلق الكثير على هالكمامة وارتدائها بالوقت اللي عم تشهد فيه البلاد حالة من الفقر والحاجة، وانتقدوا بشار الأسد اللي عم يعيش بكوكب آخر مع حاشيته بعيداً عما يعانيه المواطنون العاديون
في الواقع الحالي. بشار الأسد ولكن ظهر بالساعات الأخيرة، خلونا نشوف هالصورة سوا. أنا هاي صورة مقربة لل 3M. ظهر بالساعات الماضية أثناء مشاركته بمسرحية الانتخابات مع أسماء الأخرس، وظهر وهو يرتدي كمامة عادية كلنا عم نلبسها يعني ورخيصة الثمن، قياسا بالكمامة اللي ظهر فيها سابقا، وهما ربطوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي تداولوا الصورة بشكل واسع، وقالوا أنه بشار الأسد خاف من موجة الانتقادات الجديدة اللي ممكن أنه تطوله، فأطل هذه المرة بكمامة بسيطة وزهيدة الثمن. وعلق العديد من المتابعين على الصورة المتداولة بشكل كتير كبير. خلونا نشوف أبرز تعليقات رواد مواقع التواصل عن هالصور المتداولة وكمامات بشار الأسد. أبو حمزة غرّاء يلي قال، قال أبو حمزة إذا حد كمامة غالية على وشه ما أنا خلصان منكم، إذا حد كمامة رخيصة كمان ما أنا خلصان منكم، خيو بده يحط شحاط على وشه لكم عنده شيء أنتو تركوه بحاله. طبعا هو عم يسخر من الحالة أو من الموضوع المتداول. أما رياض الغزي قال ليش عم تظلموا الرئيس؟ خليه يشتري كمامة مورقتين والباقي عم يدعم فيها الجيش الباسل، يعني انتو ظالمينه كتير. كمان هذا تعليق ساخر آخر. محمود الإبراهيم اللي قال فلتطمئن سيدي الرئيس، ما في داعي على الكمامة لأنه الفيروسات والجراثيم أصدقاء. أما بالانتقال إلى موضوع آخر، ضج الفضاء الإلكتروني في الأردن بمقاطع فيديو أو فيديوهات مسربة صورت من حفل اعتبره الكثير من المتابعين على منصات التواصل مخالفاً لعادات المجتمع وتقاليده بالأردن وأيضاً للتباعد الاجتماعي. هالحفل أقيم في مزرعة بمدينة جرش حسب ما أظهر الفيديو. الفيديوهات المصورة اللي تم تسريبها أظهرت حفل مختلط لمجموعة من الشباب والشابات في مزرعة خاصة شمال الأردن تحديدا، وتم تسريب هاي الفيديوهات من أحد الأشخاص اللي كان عم بيصور بموبايله الخاص. أظهر مجموعة من الشباب متواجدين بملابس السباحة وهن عم يرقصوا على أنغام موسيقى صاخبة جدا، بينما كانوا عم يحملوا مشروبات تبدو أنها مشروبات روحية أو كحولية. ولكن التفاصيل الأخيرة أثارت غضب الأردنيين أولا، واعتبر المعلقون بأنها تخالف عادات الأردن مثل ما حكينا، وأيضاً التباعد الاجتماعي في ظل فيروس كورونا يلي نصت عليها الدولة لحد من انتشار الفيروس. خلونا بداية نشوف الفيديو من الحفل ونتابع موضوعنا، ونحن مننوه أنه قمنا بتغطية بعض المشاهد احتراماً للأشخاص اللي ما عجبهم الفيديو وعلقوا عليه بغضب. لنتابع. بعد انتشار الفيديو اللي كنا عم نشوفه على منصات التواصل بشكل كتير كبير في الأردن، أطلق نشطاء أردنيون واسم حفلة جرش، وآخر أطلقوا باسم فضيحة جرش وهو هاشتاج، حيث اعتبر البعض أنه حدث أنه ما حدث في تلك المزرعة هو فضيحة أخلاقية، معتبرين أنه يخالف العادات والتقاليد في البلاد، وطالبوا بشدة بإلقاء القبض على كل الأشخاص اللي ظهروا بالفيديو الأخير. وبعد الجدل الكبير اللي أثير حول مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل، تحركت بالفعل مديرية الأمن العام في الأردن، وقال الناطق باسم المديرية إن البحث الجنائي ألقى القبض على 3 أشخاص من منظمي الحفل بتهمة مخالفة أوامر الدفاع والعادات والتقاليد، وأنه رح يتم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما رح يتم متابعة باقي الأشخاص من الأشخاص اللي حضروا بالحفل وظهروا بالفيديو أيضا وإحالتهم للقضاء. بالنهاية رواد مواقع التواصل مثل ما حكينا أطلقوا مجموعة من الهاشتاج على منصات التواصل تحديدا على تويتر. خلونا نشوف كيف علقوا على هذا الموضوع من الأردنيين. علي غباشة يلي قال من بعد اللي شفته هسا بدعي ربنا يجيرنا من الانحلال والفساد الأخلاقي والديني يلي عايشينه ويثبتنا على دينه، قسما بالله أني اتضايقت، الله يهدينا ويهديكم. أما حمزة فكان له تعليق آخر، قال عادي لويش مصدومين، هذا اللي مصور
فما بالكم يلي ما تصور، يعني إذا مصور هيك فاللي ما تصور شو حيكون. غيرها كتير وكتير مزارع صارت بيها بلاوي، ووصلت لمزرعة كان بيها حفلة للمثليين والمتحولين جنسيا، وما صار عليهم 0.1% ضرر. فتوقفوا ساعة ونص تقريبا وبعد اعتذروا منهم وراحوا عبيتهم. أما تعليق آخر ووجهة نظر أخرى، قال فيديو مزرعة جرش والترند تبعها بيخلي العقل يخف. طبعا ما بدي فوت بالتفاصيل واحكي لكم الحفل لمين، لانه الشاب ما شاء الله عنه هاي السنه اللي هي للسنه الثانيه على التوالي كل بارتي يعني حفله بشنع فيه وضروري انه يتم ضبطهم. اما خلونا نشوف ايضا تعليق اخر وتغريده اخرى كانت من شارين يلي قال نفس الاشخاص اللي بمزرعه جرش لو راحوا الفندق في البحر الميت وعملوا نفس الشيء كانت الشرطة ما لحقتهم فيه. فهذا تناقض قانوني وفكري عندنا في كتير يعني عندنا بشكل كتير كبير. في فندق مرخص عادي وفي مزرعة حرام يعني مخالف للقانون. قبل ما تعملوا سكرول وتروحوا تشوفوا شو في أخبار عن منصات التواصل، خلينا نرجع نتذكر الفيديو المتداول الأسبوع الماضي لشاب فلسطيني وانتشر بشكل كتير كبير وأكيد شفتوه أو تابعتوه من خلال فولو أب. كان لشاب فلسطيني قام بطرد والدته من بيته بطريقة جدا سيئة بمساعدة زوجته اللي كانت متفرجة. هالفيديو اللي عمل ضجة كتير كبيرة على منصات التواصل واللي أثار غضب الفلسطينيين يلي طالبوا معاقبة هذا الشخص على إهانته لوالدته، تعاملوا معها بطريقة أغضبت كل من شاهد الفيديو. خلونا أول شيء نتابع جزء صغير من الفيديو، من بعدها خليني أقولكم شو صار. أحتي من هون، أحتي من هون، امشي من هون، عبالك امشي من هون، امشي من هون، روحي من هون، امشي من هون، امشي من هون، كل عيلة حيا روحي من هون. أكيد تذكرتوا الفيديو. بعد انتشار مقطع الفيديو بالأيام الأخيرة الماضية واللي رافقه موجة انتقادات حادة للشاب اللي ظهر بالفيديو وطريقة تعامله مع والدته، ظهر هذا الشاب بفيديو جديد وهو يعتذر من والدته بعد ضغط أبناء الحي عليه في مسجد الكروم وإقناعه بضرورة تصحيح الخطأ. لنتابع. على كل حال اللي صار صار واللي حصل ما عاد يرجع، وطلق متى ما خرج سهمه ما عاد يرجع لحد وين وصلنا. بعد انتشار الفيديو الأخير واعتذار الشاب من والدته بعد الموقف يلي صار بينهم، العديد من المغردين العرب والفلسطينيين علقوا على هالموضوع، بداية من جودي كرم يلي قالت الله يهديك بس يكون الاعتذار من قلبك وندمك على غلطك كمان وتكون من قلبك. فهذا الشيء اللي طالع، ما حد بالكو أحن من قلب أمك، والله لو كان أي شخص تاني مكانه بعمره ما قبل أسفك واعتذارك، بس لأن أم ضحت بكرامتها عشانك. أما تعليق آخر فكان من دكتور عاطف أبو موسى، قال والله لو ضل راكع عند رجليها لما تموت ما يكفي عن اللي عمله إلا إذا كان ربنا بيتجاوز عنه وبيسامحه. أما تعليق آخر من أم إيهاب، أم إيهاب يلي قالت أخيراً الأم بتزعل وبتاخد على خاطرها لو ابنها زعلها، لكن ما بتغضب عليه وبتدعي له بالهداية. هذه حال جميع الأمهات والله يهدي جميع أولادنا على خير. قبل ما نختم حلقتنا مشاهدينا خلونا نشوف مجموعة مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل بشكل كتير كبير. بداية من لبنان، تداول اللبنانيون مقطع فيديو تحت عنوان كيس الهواء حقه 750 ليرة في لبنان، بعد قيام شاب بتصوير كيس شيبس شبه فارغ
بسبب تخفيض بعض الشركات الخاصة كمية المنتجات الموجودة في أكياس الشيبس وغيرها، ومنها كانت أكياس الشيبس في الفترة الأخيرة. طبعاً يلاقي هالفيديو انتشار واسع جداً في لبنان خلال الساعات الماضية لنتابع. مرحبا، اليوم جاي لكم خبرية مثل هالبلد. هو أنا عادة ما بحب شهر وما بحب أعمل دعاية لحدا، وبالمقابل ما بحب شهر بحدا، بس هلا بعدنا مشترين كيس شيبس 750. طلع معنا قصة، هلا اشترينا واحد تاني مثله هو ذاته لحتى نجرب ونشوف إذا رح يطلع نفس النتيجة. هيدا الكيس الشيبس حقه 750، كان 250. شوفوا معي شو في بقلبه. تفضل. اوكي. 750. فاضي. واحدة. اثنان. ثلاثة. أربعة. وبيتي. ايضا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يمتلك سيارة تسلا الكهربائية. انتم بتعرفوا ان سيارة تسلا ما فيها وقود، ولكن كان يبحث جاهدا عن فتحة الوقود في السيارة. بعد ما وقف في محطة الوقود وبده يعبي بنزين، وصار يروح يمين وشمال ويطلع لفوق وينزل لتحت، وين محطة وين مكان الوقود لحتى يعبي بنزين. ولكن الفيديو حقق انتشار واسع جدا بسبب طرافة هالفيديو، وما بعرف شو كان عم بيصير معه الرجل. خلينا نتابع الفيديو اللي انتشر بشكل كتير كبير خلال الساعات الماضية. Is it on this side? Bro, where's the hybrid? Yeah. Well, I mean, he's gotta be wondering like if it's low because okay, hang on. It doesn't have a. Where's he going? Where'd he go? Whatever. It doesn't have a gas gauge, right? No. So like, I guess he's just thinking, well, it must be low, but he's. Well, no, he's gonna check the engine. Dude, he's coming right from the dealership. He's gonna fill it up. Oh no. Well, they what is he doing now? He's checking the engine. Oh. Yo, he's talking. Oh shoot. Oh, look at the guy. Look at him. Oh, look at the guy walking by him. He's like, what is going on? He's checking. There's no engine. Okay. Engine. I've never looked under the hood of a Tesla. Is there no engine? It's empty. Oh my god, look at the other trunk. Guy. The other guy's looking too. Oh my gosh. Look at what are you doing with a Tesla at a gas station? Nobody's gonna tell him. Wait, is anyone else looking at him? No. Someone's gotta walk up to him. Does it have to be us? Oh, maybe. Geez. Maybe you should just go. Maybe you should just go. Just go tell him. Wait. Oh, look. No, no, no. Shh. Look, he's Googling it. He's Googling it. Maybe he's calling his dad. It's like, dad. No, I know what he's Googling it. Just be nice about it. Watch. No, watch this. He's gonna realize his mistake. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوا تتابعونا بكرة بأخبار جديدة وترند جديدة. بلاقيكم بكرة. كونوا بألف خير. باي باي.